أسعد الله صباحكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان اليوم عنوانها سوق الشواكة. هذا السوق اللي بي يعني دائما تنباع الأسماك واللي هو مقابل دائرة التقاعد. لذلك اليوم احنا متوقعين يعني المواطن اللي راح نتحدث وياه واللي عنده ملاحظة واللي عنده شكوى راح تتعلق بدائرة التقاعد. لأن اغلب يعني اغلب الناس اللي يتحركون هنا هم يراجعون على دائرة التقاعد اللي هم يعني كبار بالعمر وعندهم معاملات تنجز في دائرة التقاعد. دائرة التقاعد يعني احنا حاولنا كثير انه نلتقي بمسؤول ونتحدث معه وننقل صوت المواطن وننقل معاناة المواطن، واللي هو بالغالب اي مسؤول من التقاعد يكون على علم بها ومطلع عليها وبالتفصيل، ولكن نحاول في برنامجنا انه تكون يعني الملاحظات يعني تعلن على في العلن، تكون على شاشة التلفزيون ويتعرف عليها حتى المواطن. لذلك يعني كثير من الملاحظات بصراحة مدى أو الأسئلة مدى نلقي لها أجوبة من دائرة التقاعد بسبب رفض دائما يعني الإعلام في هذه الدائرة من إجراء اللقاءات مع المسؤولين في داخل هذه المؤسسة. راح نلتقي بالمواطنين وأيضا نتعرف على همومهم ومشاكلهم بصورة عامة. حجي شلونك؟ الحمد لله، الله يخليك ويحميك. عندك مراجعة اليوم بالتقاعد؟ راجعت للتقاعد، كانت المراجعة سهلة وسلسة. نعم. والتعقيم موجود. نعم. التعفير بالبوابات موجود. نعم. والكمامات موجودة. زي. وكل شيء موجود، والناس دي الجهات الأمنية قاعد تفتش بدقة. زي. ويشتغلون شغل كامل ومضبوط. بالنسبة لإنجاز المعاملة يعني هذه الأمور هي كلها ما يعني لازم يتم يعني اتخاذ الإجراءات الصحية وموضوع الوقاية، لكن كإجراء المعاملة مالتك؟ الإجراء اللي سويته أنا المعاملة جبتها عندي من الخارجية، دخلتها للحاسبة. نعم. وقعوها وانطوني اياها خلال 10-5 دقائق مو أكثر. نعم. 10-5 دقائق. إذن أنت انطباعك اليوم على دائرة التقاعد؟ انطباع جيد، والدائرة نظيفة جدا من كل جوانبها، بها مصعد مخلينا منه. نعم نعم. مصعد للأشخاص اللي مثلنا معوقين كذا. نعم. بها مصعد سهل وسلس جدا ولطيف وريح البعض الناس اللي يحتاجوه. شكرا لك. يعني شكرا لك عمو، اشكركم جدا. اذا يعني حتى الملاحظة الإيجابية احنا ننقلها، يعني ما عندنا اشكال، بالعكس نتمنى انه كل المواطنين يكون هذا رأيهم في مؤسساتنا وفي دوائرنا اللي هي دائما تقدم بالنهاية الخدمة للمواطن. لذلك تعرفنا على حجي، شلونك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، شلون صحتك؟ مويد مهدي حدسون. شرفنا بك عمي. من أهل المحمودية. نعم. شلون صحتك؟ قد تشوفني صحتي فد مرة زفت. تعبان؟ تعبان، تعبتني هاي الحكومة. ايش عندك عمو؟ طلعوني تقاعد. زين. طلعوني تقاعد من 2016. نعم. لحد الآن كل شيء ماكو. قالوا لي انت ما لك يا بليش. انت وين كنت تشتغل على وزارة؟ وزارة التربية بالمحمودية على المدارس. نعم. جمعوا لي اياهم، طلعنا 13 سنة. الخدمة ما حسبوا لي اياها. زين انت يعني هنا شنو مشكلتك هنا؟ كان يعني شنو المشكله بالتقاعد؟ اريد راتبي. ما شنو المشكله بالمعامله؟ اكو يعني عقبات ما مشت معاملتك او شيء؟ مشت على يقولوا لي انت 13 سنه عندك خدمه. نعم. ما لك تقاعد، احنا رايدينك يا برجعوني خلي اكمل السنتين. يحكون بالقانون. القانون ما يسمح. هم لاقفين القانون. باع حتى اسمي باعوا، وهذا احمد الساعدي من شان. هاي اذا هاي واحده من المشاكل يعني. هذه اي قناه حجي؟ اي قناه؟ احنا التغيير برنامج بلا عنوان. يا والله تعبونا ذول دوائر التقاعد، تعبونا تعبونا، رايحين جايين ومن الموصل وروح. اي والله بس ايش قال لي شوي. اي وتعبونا، روحوا تعالوا قبل ما امانة الله. يا بدق حاسب لا اسبوع الجاي تعال، الشهر الجاي تعال، يعني شلون انت من الموصل؟ وانت دين مصاريف ونجي. نعم.
وما انتر له. شنو معاملتك انت وين واطفال؟ معامله مال تقاعد، مال متراكبات، مال اشكال، ما يفيد ما يفيد ابن اخوي، ما يفيد. ليش؟ يعني جوك زين جوه، تشوف اكو يعني اكو تعاون وياك؟ اي والله منو اللي يعاونني غير رب العالمين يعاون. نعم بالله. الدوائر روحوا تعالوا بلاش، روحوا تعالوا بلاش. هذا يجي خمس ست نوبات رحت وجيت وتدين مصرف وجه. ما يصير هالشغلة، بس ما يصير. هذا ابن اخوي يعني ممنون على ضيافه. احنا ممنونين. احنا ممنونين عمو. شكرا بالسلامة. خالة معاملة عندك بالتقاعد؟ اي قلبي. شنو معاملة؟ الحجي متوقف راتبه من راتب شهر الواحد. زين. جينا ورا بيومين، وها صار لنا شهر ونص نركض. يقولوا لنا مصرف الرافدين موقف الراتب. سبب عرفتوا؟ عرفنا السبب. من كان موظف الحجي كانوا يستقطعون منا 466. نعم. من طلع تقاعد قاموا يقصون 200. زين ها مشكلتي لو مشكلتهم هم. زين يابا انتم لازم تدفعون 466. خوش رحنا لمصرف الرافدين، روح للاداره العامه، روح ترجع للتقاعد، ابو التقاعد فارنا فار. عمي العالم خوش اوادم، بس مدى تدري شنو العله. هسه اليوم جينا ذاك الاسبوع قالوا لنا روحوا لاي منفذ شوفوا، اذا من فتحت البطاقه رجعوا لنا. نعم. رحنا المنافذ ما انفتحت، رجعنا لهم هسه صعدنا الوزاره. هسه تبين انه مصرف الرافدين ما له شغله بيمنا. تبين انه السلفه الثانيه مصرف الرشيد هو اللي موقف مسوي بلوك على الراتب. تعال انه برجع المصرف الرشيد وركض شهر ونص ثانيه لما ينفتح الراتب. زين وهاي هاي كلها خلال ايش قد هاي الفتره؟ شهر ونص. والحسين صار لي اركض شهر ونص والله. واي نتيجه ما وصلت؟ يعني اقول لك كل من يقول لي شكل وما ادري يعني هسه ما ادري شلون. والله تعبت يعني بالله العظيم. انا هم عندي راتب الحمد لله، بس يعني بدا اصرف على هالمعامله يمكن بال 250 بالشهر. لانه تعرف انت ما بيع تاكسيات وروح وتعال، روح المصرف للرافدين، روح هسه مصرف رشيد ما ادري بي وين اللي اخذ ماخذ منه الحجي. لازم ارجع للبيت المحموديه اشوف منين اخذ السلفه وارجع واشوف شلون بعد. يعني هي هاي مشكله. مشكله فعلا. يعني هي مشكلتنا احنا هم القطع. لا طبعا لا اكيد. يعني مصرف يخاطب التقاعد ويقطعون، شنو نريد نسوي؟ نجي نفجرهم؟ كل شيء ما نسوي. مو تمام قطع راتب ها هي. الله يخليك طال عمرك، بكت الله توصل المشكلة. إن شاء الله. إن شاء الله. مشكور حبيبي طال عمرك الله يرضى عليك. تعال عمي هنا تعال. شلون الأمور؟ تراجع التقاعد؟ والله البس الكمامة. اي بالنسبة لل البس الكمامة البسها. اي افضل. هيئة التقاعد. قبل احمد السعدي كانت علوه مال سمك. زين. اما هسه بالنسبه انا لا عندي مصلحه ولا عندي فشي. هسه قمه بالتعامل. الداره نظيفه، ادامه، مدير الاداره، مدير المكتب، مدير قسم العسكري، تعامل ومخابره وكتابه وورقه. يخلونك ترتاح نفسيا. اما قبل نفس علوه السمك تورق يسوي لك، هسه لا. هسه تعامل انا ارض ضميري. نعم. تعامل رئيس الهيئه قلب الدائره قلب. نعم. خلاها دائره نظيفه وصبغ وبيبان واقسام. لا عندي مصلحه ولا عندي كذا. اما لا احنا نريد يعني انت شهادتك اللي شفتها انت اللي من خلال اللي عشته بالمعامله مالتك. بالنسبه لي هذا الحكي من دحكي ما راح يسوي لي شيء. نعم. على القانون انا عندي رجل متقاعد بس قمه بالتعامل. زين انت خلصت معاملتك انجزتها اليوم؟ لا انا متقاعد قديم وعندي فروقات وكانوا قبل يقول ما تستحقها. نعم. هسه طلعوا لي اياها. نعم. يعني انا ما شايف ايش دائره. يعني بالتعامل قمه بالتعامل الى رئيس الوزراء ان يكرم رئيس الهيئه. والسلام عليكم. شكرا لك. شكرا. اذا هذه يعني الملاحظات الايجابيه احنا ننقلها، وايضا يعني هي تحسب للدائره. بالنهايه خدمه المواطن هي الاساس. شلونك عمو حبيبي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا ابدي كلامي بالصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. ونشكر هذه القناه، قناه التغيير، الذي حاضره بفرحنا وحاضره باحزاننا. حبيبي العزيز، المشكله من عوائل شو قاعد تعاني. انا اقدم لك نفسي، مقدم 4 شهداء بنظام البايت. نعم. هاي يكون واثق وخلي يصورها الاخ المصور. نعم. من مؤسسه الشهداء. مؤسسه الشهداء. نعم. 4. نعم. قبل فتره صرفوا لنا هاي من سقط النظام صرفوا لنا 4 راتب. نعم. ونص. نعم. راتب ونص. نعم. ايه.
من صرفوا لنا راتب ونص؟ ايه من صرفوا لنا راتب ونص شو نسوي؟ هو ما يعوض هذا الشيء. بس شنو حق الشهيد هذا؟ اجى قرار على اساس يعطونا يسوون لنا راتب، يعني راتب يحسبون لنا مال اثنين، وطلعت لنا فروقات. احنا بالنسبه للفروقات صار لنا تقريبا هاي ثاني من اول العام لحد الان عن الفروقات ما حصلت. ما ايش قد قيمتها تقريبا بالنسبه لك هاي الفروقات؟ يعني ايش قد قيمتها؟ مبلغها ايش قد يطلع تقريبا؟ والله ما اقدر اثمن لك اياهم، هم الذي مقررينها يقررونها المبالغ. لحد الان الراجع ما اقول لك في شيء، بس شيء واحد واحد انا اقول لك، يقول اذا كان عندك قدر على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. اما مديريه التقاعد عامه، ما نقول يعني جناح عسكري ولا نقول، مشكورين الموظفين، المدير مشكور لان تلقوني يرحبون بي احتراما للشهداء. اخي عوائل الشهداء اصبحت اليوم بحاله حرجه فعلا، الحالة ما أدري بيها الحالة هاي الشرسة. نعم، نتمنى أنتم فعلا يعني هاي شريحة يعني تعرضت للظلم وإلها حقوق، فنتمنى صوتك يكون وصل. حبيبي الحبيب. ما الفروقات جت بالعاشر طلعني 84 هي 170 عيني طلعني 84 جت قدمت رأسا مباشرة، كان موجود القديم صادق. نعم. اللي هسه ما ادري وين ودوه. نعم. عيني قدمت معامله طلعت اياه. رجعت قال لي وقت تاخذيه؟ قلت له ب 11، جيت العاشر وال 11 ماكو والله العظيم. ام قدمت مرت اللخ؟ قال لي تاخذيه بالثاني، وجيت هسه بالثاني ام ماكو والله، وهسه ام قدمت مرت اللخ. الله يوفقك، فكت الله تقول لهم عيني. وانا عايشين اعتقد 170 والله. والله 170. زين؟ ان شاء الله خير ان شاء الله. عافية الله يخليك. يعني هاي الناس عايشين على التقاعد. 11 والله. العاشر و11 مقطوع. اي والله، قال لي تاخذيه بال 12، جت بال 12 ماكو، بس ال 12، قال لي تاخذيه بالثاني، هسه الثاني رحت ماكو والله. الله يخليك، خاب الحرامية بعد من لحد الان فدوى لعينك. والله لو ما موجودين مو منطوني العاشر و11 وهسه الشهر الثاني رحت. الله يوفقك، الله يرضى عليك عيني. ان شاء الله صوتك يوصل خاله. يا رب. ها حجيه شلونك؟ اهلا وسهلا. الصحه؟ هلا. جاي على التقاعد تراجعين؟ اي نعم. تعبانه صحتك ها؟ نعم. شنو عندك مراجعه؟ انا والده الشهيد القائد ابو حمره هشام البيات. الله يرضى. فجيت بشهر الواحد لا استلم تقاعدي قاطعي، يعني ما استلمت الراتب. نعم. وثاني شيء عندي مشكله، صبعي هذا البصمه ما تطلع. حولوني هسه جيت على الموظفه، والله انسانه طيبه وحبابه، درت بي ضريره، اخذت مستمسكاتي وتعاونت وياي، سوت اياها كلها، هسه حولتني لدائره المحاربين بزيونه. نعم. اروح هناك يعني اكملها ويعطوني الفروقات مال الشهر الفات ويسووا لي هويه ببصمه. نعم. يعني برمز زين. نعم. الشهيد وين استشهد في وقتها؟ استشهد 8/3/2016 بقاطع مكحول. نعم نعم. اي بالنسبه للراتب يعني ماشي، الراتب التقاعدي ما بي مشكله، الراتب التقاعدي ماشي، بس الفروقات المشكله؟ الفروقات يعني هو تقاعد الشهيد. نعم. 1,000,000 يمكن و200. نعم. أنا ينطوني 950. زين. إيه. هاي كل اللي عندي. زين، شلون شفتي التعامل جوا يعني بالداخل الدائرة، داخل دائرة التقاعد؟ لا داخل هسه. إيه. لا والله كلش تعاملهم حلو وزين. نعم. إذا الموظفات وإذا الموظفين مو بس وياي متجاوبين، يعني أنا قاعدة متجاوبين ويا الكل. نعم. إيه. نعم. يعني مشكورين على يعني متطور هاي الدائرة. صاير بها التطور، يعني وين قبل الراجع ساعتين نوقف ما حد يعطينا كلمة. هسه أفضل الأمور؟ نعم. نعم. نعم أفضل الأمور. يلا شكرا خالة، شكرا. هلو بالسلامة. هلو شكرا. هلو شكرا أستاذنا. طبعا هي قناة التغيير، برنامج بلا عنوان خالة. إذا هي هذه يعني النقاط الإيجابية يعني اللي هي جيد إنه تنذكر. تفضلي. أنا مرت شهيد. نعم. وعندي جهال 6. نعم. من شهر 12 توقف راتب قطعه ما انطوني. من شهر 12 ما انطوني، بس انا لو سويت معامله وقسام شرعي وعدتها قالوا لي بشهر الثاني تستلمين. طيب. شهر الثاني ما انطوني حتى راتب جهالي قصوه.
يعني استلموني كل شيء. شنو سبب يعني انه قطعوا راتب؟ ما اعرف يعني انا كل شهر 1,050,000 استلموني وياهم انطوني بس 500. زين راجعتي هسه التقاعد شو يقولوا لك؟ والله راجعت قالوا روحي هسه راجع لهنا وطبوا يعني ماكو اشكال ليش هيك متوقف راتبك ما متزوجه؟ نعم. وانا يعني قاصرين جهال وقاعده عليهم. نعم. والله شفت المعاناه وعندي واحد معوق والله. قد عندك اطفال؟ عندي سته. نعم. خمس ولد وبنيه. نعم. الخامس معوق والله. نعم. وشفت الضيم يعني لا ماكو راتب شلون يعيشون هاي صارت 3 اشهر ماكو راتب ما منطيني. وهسه رايحين ورادين يومية رايحة رادة ماكو شيء يو السبوح تستلمن لو الشهر الجاي كل شيء ماكو. زين شنو الرد اللي كان دخلتي للتقاعد؟ بعدني ما داخل هسه 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 جينا بالثاني جينا بالواحد وقالوا بالثاني ينطونك. زين هاي شو وقت جيتوا؟ جينا بالواحد شهر الواحد راجي انا من شهر ما انطانا ولا ربع ورجعنا قالوا بالثاني جنكم رحت للمكتب الثاني طاني 130 حتى مو كاملات بس شهر واحد واستقطاعات عندي من الرابع لسته وانا زوجة عسكري تقاعد والله وانا صاحبتي تام والله عندي خير من الله يعني لا راتبهم ماكو يبيش اعيشهم يعني لا انطوا قطع ارض لا انطوا مساعدات لا شيء على الراتب لحقوني يعني قضوا كله قطع استقطاع شنو كان راتبهم 1,050,000 كل راس شهران وهم استلموا هسه ماكو ما انا ما الي ابد من شهر 12 دينار ما الي وراتب الجهال انطوني بس 500 بهذا الشهر الثاني ماكو يعني وجاي اراجع وماكو والله العظيم وعندي مدارس وعايفتهم بالبيت يعني هاي عدل هيجي اقول لك قال انا عملي حصه من ابني اي طبعا 150 هم من الرابع لسنه بطون 12,000 والواحد ما انطوني قلت لك وام راجع قالوا على الثاني هم رحت بالثاني انطوني 130 مال للشهر و280 مال الشهر حتى ما كامله لا تقاعد الشهيد ولا تقاعد الزوج العسكري ما جاني كامله ولا واحد منهم ما كامله الواحد شلع ما انطوني من الرابع عند استقطاعات انت شو المشكله ليش لسه خلصت الكراهه وعلاج ما يسوى ان شاء الله خير خاله ان شاء الله خير اذا هذه المشكله انه يعني زوجة شهيد وعندها اطفال فيعني انقطاع الراتب لشهر واحد اكيد راح ياثر عليهم وعلى يعني عوائلهم خصوصا هم يعني دايعيلون قصر وابناء الشهداء هذه الشريحه اللي لازم ننتبه يعني انه ما نخليهم محتاجين شيء خصوصا هي يعني معاملات رسميه وموضوع انجازه فقط يحتاج الى يعني قضاء على الروتين ووقت تفضل استاذ السلام عليكم عليكم السلام يا اخوان شوفونا حلل هاي المصيبه قسما بالله العظيم يعني مجرد عصابات يا مصيبه منهم هواي المصايب هواي مصايب مصايب هسه اقول لك هاي مال ضحايا ارهاب ومصابين زين اقرا التاريخ مالته من سنه 2015 هسه كل معلومات الكترونيه ما عندي تروح لدائرة التعويضات وجهك على شعبه التقاعد مال باب الشرج مال ضحايا الارهاب ضحايا الارهاب بداني رجعنا على المؤسسه مال مدينه الصدر مؤسسه مدينه الصدر رجعتني قالت ما عندك اي معلومات هنا وما عندك اي كتاب هنا زين رجعت هنا قالوا له ترجع على التقاعد العام جيت على التقاعد العام اريد بس اوصل الواحد اريد احكي وياه ما حد يستقبل زين انت هسه انت شنو الجو انا لما تدخل على الاستعلامات وتبين لهم نوع معاملتك شنو الرد مجرد بس يشوفها يعني مجرد بس يشوفها يقول لك لا حبيبي ترجع على التعويضات يعني لا يدقق لا يسوي زين هسه اريد اعرف معامله لا بالتعويضات ومعامله لا بالتقاعد مال شعبه الارهاب والمصابين ولا موجوده بالتقاعد العامه زين اريد اعرف معاملته وين زين هي هاي المشكله يا اخواني يعني والله ابتلينا بلوى بالقران لا حد يسمع الفقير رجعت التعويضات ايش قالوا لك التعويضات يذبنا على التقاعد العامه يقول له هذا كتاب عندنا اعطيناك تاريخ ورقم تروح تراجع التقاعد العامه زين جيت اراجع التقاعد العامه لا مره ولا مرتين ما حد يسمع حسك دقيت اسمع الحاسب المركزي مال التقاعد يقول لي اسمك نهائيا اي معلومات الكترونيه ما موجوده زين شلون تدعي هسه التعويضات مال محافظه بغداد انه معلومات هنا وهنا بالمركزيه هاي الحاسبه المركزيه ما موجوده معلومات زين معاملته وين راحت خلينا نفتهم جوز اخذوها جوز سووها زوروها مو لقوا هم شعبه مال انبار ومال الطرقاعه مالت الله طاحت علينا يا اخي والله العظيم يعني يطلعون بس للارهابيين رواتب الناس الفقره بالقران يعني وصلونا حاله انه للانتحار مفكر انتحر باب الليل باب التقاعد والله طبعا هذا مو حال هذا مو حال بالنهايه لازم هم يقومون بواجبهم يا اخي ما حد يسمعك هسه وغير كونك واجب يسمعونك ما جاي يسمعونك قسما برب الكعبه ما يسمعون زين القاعد ايجار القاعد للطرقاعه زين هاي الامور شوف الامور اللي وين وصلت بينا بالانتحار زلمه ونسوان من وراء العيشه التعبانه وشوف صاحبين المراكز
والله العظيم اربع وخمس ست جكسارات تمشي وراهم والحمايات وراتبه ذاكرات زين، وما يفكرون بهاي العالم اللي حصره عليها الالف دينار، تركض ورا الالف دينار الله وكيله. هسه احنا وين نطوجونا يا اخي؟ والله ابتلينا بلوى، يعني الشعب متفرد من فوق لي جو زين، وين نطوجونا؟ شكرا شكرا لك الله يعزك. تعال عمي، المشكله انه لازم يكون يعني متابعه لكل مواطن، يعني احنا لو نقدر والله ما عندنا مشكله نطب نتابع معامله كل مواطن، لكن خلي يسمحون للاعلام انه ياخذ دوره. يعني من دا يقول معاملتي وين ألقيها؟ طيب إذا هو ما دا يلقي رد من الموظف وما دا يعرف معاملته وين، فهذه مشكلة، يعني راح يظل يفتر بدائرة مفرغة وما يوصل إلى نتيجة. تعال عمو هنا تعال. شنو مشكلتك حجي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نشكر إذاعة التغيير، الشكاوى المهمة الناس المظلومين. شكرا لك شكرا. والله العظيم. نعم. عمي عندنا مرة أبوها توفى. وعدها ولد اثنين وهي مرة مطلقة، وهاي صار سبعة أشهر قاطعين الراتب وما عدها معين، عدها ولدها متزوجين وعازلين وهي مرة عجوز، قامت الجدي ما عدها لقمة الخبز، قطعوا راتبها صار ثمان أشهر، على يا أساس قرار محكمة موجود هذا بأنه ليس لها معيل، ليش شلون يقطعوا راتبها وراتب والدها وحارين بعيشتها؟ هسه شلون نتصرف وياها؟ ما نقدر. راجعنا هناك بالتقاعد ببابل، يقول لك هذا قرار رفض، رافضين راتبها لانه عندها ولد معينين، ولد معينين متزوجين وطالعين، وهي وحدها ببيتها ما حد يسكن وياها غير بس هي، وحايرين هسه حايره بعيشتها شلون. وهذا انا وكيل من يا تاريخ قطعوا التقاعد؟ من شهر الثاني 2020. يعني صار له سنه لحد الان راتب ماكو، وهي حايره جدي الخبزه لقمة خبز ما عندها، ولدها عازلين، وهذا قرار محكمة انه هم ليس معيلين بها، متزوجين وحايرين بجهالهم، ومرة عجوز وكبيرة وحايرة بعيشتها. يعني الحكومة ما تشوف، رحنا الرئيس واحد بالبرلمان قال عمي روحوا للتقاعد، اعطانا رسالة للتقاعد، ابو التقاعد يقول هم يشرعون، ليش ما يقرون اللي ما عندها اعالة يصرفون راتبها؟ وهسه حايرين، هسه جاي انا للتقاعد الوطنية. نعم. اريد اشوف النتيجة شنو، هاي معاملة كملتها وراح اطب. اشوف المدير التعليمات القانونيه ايش تقول لنا. نعم. وحايرين بعيشتها شلون بيها ما ادري، ومو بس هي، هواي نساء هيك. نعم. لا عندهن عيشه ولا عندهن. يعني احنا نتمنى من التقاعد انه يردون عليك اليوم، ومن تدخل تلقي فالتعامل حسن، حسب ما يتحدثوا المواطنين هنا انه الامور متغيره حاليا بالتقاعد. يا الله. وانه يعني اكو نوع من التجاوب الايجابي مع المواطن، نتمنى انه انت تلقي له هذا التجاوب حتى هاي المره تنحل. والله يا عمي تنحل مشكلتها. هواي هاي نسوان هناك ببابل حايرين رفضوا راتبهم وحايرات بعيشتهم، وهاي وحده من عندهم هاللي موجوده قرابتنا. نعم. وحايرين وهسه جاي انطتني وكاله لانه ما تقدر حتى تمشي. مره كبيره مره مريضه كبيره تريد تروح للطبيب ما عندها، راتبها انقطع صار سنه، حايرين بعيشتها شلون بيها ما ادري. حكومه ما تنتبه لهالشيء هذا؟ اذا ماكو اعاله لها وقرار محكمه قرار قاضي بانه ليس لها معيل، ليش ما يقطعوا راتبها؟ شكرا لك شكرا. الله يسلمكم ونشكر الاذاعه على رحم الله والديك. شلونك عمو؟ هلو. شنو مشكلتك اليوم؟ شنو والله عندك؟ ما عندنا اي مشكله احنا. والله بدك تراجع على التقاعد؟ التقاعد راجع، والتقاعد صار لي شهرين ثلاثه اراجع بين امور ساريه وجيده وماكو شيء. هذا المدير اللي اجى هو يفتر على الاقسام ويفتر على الموظفين كلهم، والامور كلها جيده وماكو اي شيء. معاملتك انجزت لما راجعت؟ انجزت 15 يوم هم زين. واستلم اليوم اروح استلم الهويه. لاحظني. نتمنى انه تستلم الهويه باسرع وقت، ويعني نعم يبدي تبدي تستلم الراتب. نعم. مدير العام هذا الجديد يعني ما خلى اي مواطن في حاله ذاك يقول غضب من الموظف او من اي. نعم. مسؤول الكام. نتمنى والله نتمنى هيش. لكن احنا شفنا هسه مواطنين حكينا وياهم عندهم الى يعني الى الان عندهم اكو عرقله. اسمح يعني. لي العرقلات اللي تصير لو اكو نقص بالمعامله ممكن هذا الشيء. لاحظني لو اكو نقص بالمعامله اقول له روح سوي هالشيء هذا. المواطن يذوج يقول لك هذا صار لي 3 4 ايام اروح واجي. فالموظف من حقه ان يكون معامله منجزه كامله نظيفه بلا تزوير ولا شيء، تمشي الامور مالته ماكو اي عرقله بيها. نعم. لاحظني. ويعني المدير العام نفسه هو انا اقول الله يستر عليه ان شاء الله يا رب العالمين. انا الرجال هسه ما شايفه ولا اعرفه، بس دا نسمع بالشارع ودا نسمع بالتقاعد العام المدير العام دا يمشي على الموظفين، دا يركض ورا الموظفين كلها شعبه يطب عليهم، مدراء الاقسام وغيرها، والمعاملات قاعد تنجز خلال فتره قصيره.
كانت قبل من كان احمد عبد الجليل معامله سنه سنه ونص وبعدها ما نزه. لاحظني هسه لا الحمد لله والشكر يعني جيدين وبارك الله فيهم وما يقصرون ان شاء الله. شكرا لك. شكرا حبيب قلبي. طبعا احنا ما نتحدث عن اسماء او عن اشخاص او عن يعني عن شخص يحمل وظيفه، نتحدث عن مؤسسه. فبالنهايه مهما كان مدير المؤسسه فهي بالنهايه في خدمه المواطن. حياديين عندما نطرح المشكله اذا كانت مع موظف صغير او كبير بالتعامل مع المواطن. حاج شلونك؟ اهلا وسهلا، مرحبا بك عيوني الله يخليك. وين كنت؟ بالتقاعد؟ ها والله بالتقاعد. انا عبالي جاي تتمشى ضايج مثلا تشتري سمكات. لا والله جيت التقاعد. زين اي شنو المشكله؟ مشكله 10 ورقات ماخذ من مصارف حكوميه اهليه. زين شنو يعني هذا قرض؟ اي قرض اخذتهن من شركه اهليه. مو أي. نعم ماكو، صار لي سنتين اوفي بهن وماكو لحد الان. هن عليهن 1,400,000 السنه. زين التقاعد هنا شنو راجعتهم؟ تقاعد ماكو، حولوني للوثبه. اي للوثبه شركه اهليه حولوني. هاي الكهرمانه اكو شركه ما اعرف والله بعد حدنا رايح اروح هسه واشوف النتيجه. معناته التعامل هنا كدائره شلون كان الرد عليك الاستفسار من عندهم؟ لا كل زين يعني معامله احتياديه. نعم اي اذا ماكو اشكال يعني. لا ما عندي كل اشكال وياهم. نعم اي حلو يعني احنا هذا 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 الراي الايجابي هم يعجبنا نسمعه دائما. وان شاء الله تكون يعني كل الدوائر بهذا الشكل. لا زين شكرا. شكرا لك. شكرا عمو. السلام عليكم. واحنا نشكر قناه التغيير. السياره تعال. واحنا نشكر قناه التغيير نقلها الحدث من امام هيئه التقاعد الوطنيه. نعم. موضوعنا موضوع الرواتب اللي تم قطعها من قبل هيئه التقاعد الوطنيه. نعم. والتقاعد مال الوثبه. نعم. احنا ضباط ومراتب الارهاب اخوانكم الجرحى وعوائل الشهداء. عشان نعم. تم قطع رواتبنا بالوقت الحاضر. اي يقولون هم معترفين بهذا الخطا انه هو خلل فني. يعني بلغوك بصوره رسميه انه هو خلل فني؟ نعم خلل انه هو من الحاسبه. نعم. صار عندهم خلل من الحاسبه واعترفوا يعني بهذا الشيء. واحنا هسه من اجيناهم هم مشكورين انهم استقبلونا وقالوا من هذا الشهر راح نرجع لكم رواتبكم. بس بالنسبه للوثبه الاستاذ عمار اللي 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 انه هسه اكو سبب اكو شغله بالوثبه انه محروق الاضابير. اخذوا هسه احنا جينا اكثر من 200 جريح اكثرهم بتر ومنهم فاقدين البصر ومن ضمنهم يعني احنا اللي احنا متاذين ودا تشوفونه بعينكم ودا تنقلون الحدث بصوره صحيحه. يعني الأضابير إلى محترقة هي موجودة بأربع أماكن يقدرون يخاطبون الجهة المعينة. مو الشخص يجي من المحافظات بتر رجلة اثنيناتين أو ما يشوف تقودة مرته ويجي للتقاعد على مود يجيب أوليات. زين اللي طالع بال2005 اللي طالع بال2007 اللي طالع بال2010 زاد. يعني هاي من يجيب أوليات غير هي الدولة اللي موفرة الأوليات. حتى لو محترقة الأضابير إنه كان فالشغلة صارت بالتقاعد وحرقوا الأضابير المفروض يخاطبون جهات مثلا وزارة الداخلية اللي هي مسؤولة علينا على مود شنو يكملون يدزون صحة صدور بالأوليات ويرفعوها للتقاعد. مو مثلا شخص مبتر اثنين رجله أو مثلا ما يشوف يجي راجع التقاعد على مود شنو يجيب أوليات والله شنو انقطع راتبه. هذا ما صاير يعني بكل الدول ما صايرة. الجريح اللي 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 قاتل من أجل هذا العراق واللي اثبت معنى البطولات لازم يكون له حقوق. اكيد اكيد نتمنى انه يكون يعني التعامل افضل معاكم. هاي الشريحه اللي ضحت بصراحه. نعم استاذ هسه حاليا هم وعدونا. نعم. وانا من امام هيئه التقاعد الوطنيه. نعم. هم وعدونا وقالوا هذا الشهر نرجع لكم الراتب بصوره. نعم. صحيحه وان شاء الله على وعدهم بهذا الشيء. ان شاء الله لان احنا اللي حاربنا واحنا اللي حاربنا القاعده قدمتوا تضحيات. نعم وحاربنا الارهاب ووقفنا الدوله على رجلها واثبتنا معنى البطولات في ساحات القتال. تشهد لنا ساحات القتال. احنا اللي داعش لا قدر لنا ولا القاعده بس الحمد لله والشكر هذا مصابنا واحنا لا نداء يصير عندنا هم نروح الساحات القتال. ليش؟ لان هذا الشرف لنا. نعم ان شاء الله تكون يعني ان شاء الله تكون هذه مراجعتك اليوم بها نتيجه وتنحل هاي الامور. ان شاء الله شكرا بها نتيجه. شكرا لجنابكم. شكرا.
ما شكرا لك. شكرا لك. أنا عندي راتب تقاعد. نعم. اجيت قالوا لي مقطع الراتب مالك. نعم. اجيت التقاعد العامة. قالوا لي مرحل الراتب مالك المحافظة تواسط. نعم. رحت المحافظة تواسط. قلبوا له قال ما موجود. نعم. زين روح للصويرة. تقاعد مال الصويرة. رحت التقاعد مال الصويرة. نعم. هم نفس الشغلة. زين. والنوب نبره رجعنا التقاعد العامة. قالت تروح التقاعد العامة شوف هذا. زين. بس أنت جيت اليوم طبيت. طبيت اليوم هم ماكو فايدة. ليش؟ ماكو فايدة. أعطوني هيش كتاب ورقة وروح التقاعد الصويرة الواسط يسوي الكاي يسوي الكاي ما يسوي الكاي. زين أنت شو رايح جاي الطريق يعني؟ والله جاي طريق المحافظة تاني. أنا بيت باللطيفية. زين. بيت باللطيفية وحولوا نوب الواسط نوب للصويرة نوب المحمودية نوب وراح الراتب مال فد مرة وسب والله تحير عن شلون سووا معرف. ها صار كم شهر هاي معاملة؟ والله صار شهرين هاي نركض. شهرين صار لي. نعم. زين. وين اروح عن ان شاء الله يوصل صوتك يعني احنا نتمنى نوصل صوت كل مواطن اليوم الى هذه الدائره لكن نرجع نقول هم نرجع نقول ان هم دائما يعترضون على التواصل مع الاعلام كهيئه التقاعد ما نعرف السبب يعني نتمنى انه يكونوا شفافين اكثر مع الاعلام اذا كانوا دا ينجزون عمل فهذا يحسب لهم واكيد هو يعني واجبهم لكن احنا نثني عليهم كاعلام وكمواطن اليوم دا يثني على الجانب الايجابي لكن لو كان اكو تواصل مع الاعلام يعني كان يكون الموضوع افضل هاي الاسئله ممكن احنا نطرحها كاعلام الى هيئه التقاعد سبق وان حاولنا نتواصل ويا هيئه التقاعد حتى يكون احد مسؤول ويانا يرد على المواطن صراحه ما لقينا نتمنى ان شاء الله بالايام القادمه مع تغيير الاداره في هذه الهيئه انه يكون تعاملهم بطريقه شفافه اكثر مع المواطن خالص عندك والله خالة يعني أني بالنسبة لي يعني كعامة بالنسبة يعني الشعب العراقي كلش هذول خاصة هاي الفئة المتقاعدين يعني يعانون معاناة أولا مصاعد ماكو بالبناية البناية كلش تعبانة يعني إضافة إلى يوقفوهم سرة ماكو فد كادر يعني كادر حتى يمشي المعاملات مال الناس أنا هسه صار لي من الصبح لحد الآن مصلوبة وما مشت معاملتي ما مشت على شيء بسيط زين شوي اعتنوا يعني بالمتقاعدين خاله يعني يا الله اكبر الله اكبر على الشعب المظلوم السره جوه منظم لو دا تحسين لا والله ما منظم وناس تدفع ناس يعني ما يصير هيك وهذا الوباء موجود فما اعرف يعني انتم شوف شلون يعني والله ما اعرف شلون تنظرون هالناس هاي الفقراء شوف هاي يعني هاي على الكرسي شلون تدخل نعم شكرا لك خاله هلا راح نبقى مستمرين نتحدث ويا المواطنين اليوم مع موضوع التقاعد السلام عليكم شلونكم الله يسلمك شلون وضعكم اليوم رايحين للتقاعد بعد نعم. ما طبيتوا يمكن اي بس انا مراجع سابقا نعم شنو اللي شفته يعني اكو انجاز والله بصراحه يعني هي دائره ممتازه لان شلون مثل ما يقول تخص خدمه المتقاعدين نعم. يعني المواطن نعم. يدور والدتك يمكن الحجيه نعم بس يعني شو مثل ما يقولون كل ما يكون سلسين ويا المواطن نعم. كل ما تكون يعني المواطن مرتاح أكثر المواطن مرتاح الناس الكبار بالعمر يعني بالضبط لأن هي أكثر ناس تعبانة وعالم خدمة بدوائر الدولة نعم. عدة سنين يعني كل ما يكونوا متعاونين ويا المواطن كل ما هم أحسن للمواطن وما أحسن لهم على الحجية شنو عندها اليوم مشكلة أكو مشكلة بموضوع مو وقفوا الكي كارد لازم تبدله بماستر كارد نعم أي فإحنا بدلناه بماستر كارد فحاليا نطب بس نحدث المعلومات نعم. لا اكثر ولا اقل يلا ان شاء الله مسهله الله ان شاء الله الامور سهله حبيبي اشكرك شكرا خاله شكرا يا مرحبا يعني هذا موضوع تبديل الكي كارد ايضا يعني سبب ارباك للناس مراجعات اضافيه وتعب اضافي نتمنى انه ايضا يعني انجاز هذا الموضوع باسرع وقت وبطريقه انه المواطن يكون ما يعني ما يتكلف ولا يجي لي ساعات ينتظر هنا اجراء انتم قريتوه انه تتغير من فلان بطاقه الى فلان بطاقه فهذا انتم يعني توفرون على المواطن لازم ساعات انتظاره وتوفرون عليه الكلفه الماديه الاضافيه خليكم ويانا راح نبقى مستمرين من دائره التقاعد او من امام دائره التقاعد هيئه التقاعد الوطنيه في منطقه الشواكه معامله التقاعد مالتي انه دا اركض هاي صار لي شهرين وعايشة بسليمانية وأجي وأراجع بالله شنو على مود لأنه أنا كانت فترة كورونا الرواتب مالتي ما مستلمتها لعبوا بيها خلقة وقفوا الراتب لأن خلال فترة أنت ما استلمتي ما استلمتها كانت مريضة نعم
هسه اوكي دام شهر راجع اخر شيء شلعوا قلبي شهر روحي وتعاي روحي وتعاي وانا كوما كراوناتي تاري الموظفه ورا شلعان القلب خو قولي بالبدايه حتى سهلين امر. شنو الموضوع؟ لحقتني انا هي اللي يعطوني الرواتب مالتي الراجعه يعني متراكمه اي متراكمه تلحقني ورا ما شلعوا قلبي شهر ونص تقولي تعي اعطيني 50 تشاورني. قلت لها اقول لك شطك هاي وين بيا دائره؟ بهاي بالوثبه موظفه تعرفيها؟ طبعا اعرفها مو بس انا كلهم المتقاعدين. قبل يومين النسوان قالوا لي قلت لا معقوله هيك علني الا صارت بيها يلا قالوا هاي المره لابسه اسود. قلت لهم هي نفسها لحقتني وهم الظاهر كلهم متفقين بيناتهم انه هي الوحيده يدزون بيدها الفايل مال الموظف اخر شيء للصندوق فتلحقك وتقول لك يعني رجال مره مو مشكله. فأنا ايش قلت لها؟ قلت لها حبيبتي هو المبلغ انت شفتيه هو كبير تدرين هو مال كم شهر اول ثاني. قلت لها هذا كله ديون. تقول لي لا صايحين على كيفك حجي على كيفك لا صايحين. قلت لها اوكي ما صيح بس هذا ديون منين نطج 50 انا اذا هو انا مطلوباته. اي كانت تقول لي يلا ساعاني همينه. قلت في سبيل الله والله انكسر قلبي عليها شلت 10 وطيتها. قلت لها اكثر من هاي ما عندي والله. وخدمتك بشيء قدمتش بالمعامله؟ نهائيا دا اقول لك ورا بشلعوا قلبي وهي هاي المشكله شلعوا قلبي قلبي شلعوا اقول لك ان الله. شكرا لك خاله. هلا بك. اذا هذه شهاده من مواطنه عليكم مراجعه الموضوع يا هيئه التقاعد. حكت على موظفه بالوثبه طلبت من عندها رشوه 50,000 فاحنا مجرد ننقل صوت المواطن لا نقدر ناكد ولا نقدر ننفي لكن هذا اللي تحدثت به مواطنه مرت بهذه الحالة على ذمتها ما تحدثت بأنه طالبة ومن عندها رشوة 50,000 وهي معاملتها منتهية وصك صادر أصلاً ومنتهي. إذن راجعوا موظفيكم راجعوا مؤسساتكم ونظفوها وأصلحوا بها. خالة عندك مراجعة اليوم؟ أي والله مراجعة للتقاعد عندنا. زين شنو طلع الراتب مرفوض. زين شنو السبب؟ عرفتوا السبب وين؟ والله ما عرفنا هسه دا نريد نفوت بس يا ريت يعني تكون الاجراءات سهله لانه جوا حتى مصاعد ماكو يعني هسه احنا سمعنا انه اكو مصاعد هسه مرتبيها عايدين للترتيب. يا ريت يلا يا ريت اليوم بع العالم خطايا كلها عرباين كلها كبار بالعمر. اي والله الحجيه شنو معاملتها يعني بس هذا قطع الراتب؟ اي والله راتبها طلع مرفوض لان هي مستفيده مال عسكري. نعم اي والله يلا ان شاء الله تكون منجزه اليوم ان شاء الله تكون مجددا. شكرا خاله. شكرا ها حجي سلام عليكم. عليكم السلام. بشرنا انحلت مشكلتك؟ والله عندي والدي كان يتقاضى راتب مال شهيد. نعم. حرب ايران. نعم توفى والدي بال 2017. نعم. عندي رضاعي مريضات والمرض نفسه وقعدات في البيت سويت المعامله وانجزتها خسرت 750,000 دينار علي. ما ليش هاي 750؟ هي هاي بين رسومات وبين شغلات هواي سويت كملتها اخر شيء وصلت التقاعد مال الكود قالوا والله هاي توقفت المعامله. اه من الكود انت؟ اي انا من الكود. فراجعت التقاعد العام انا بغداد قالوا لي ما تصير حجي بعد هاي حرب ايران من وريث لا وريث ما تصير. وهذا رضيع قعدات هو والدي كان يتقاضى الراتب مال اخوهن ويصرف عليهن واحنا عطاله بطاله قاعدين بالبيت لا شغل ولا عمل. وذن خطيه مريضات يراد لهن علاج يراد لهن دواء يراد لهن طبيب وهسه الله وكيلك كل شيء ما عندهن لا من رعايه ولا من ابد قطعوا الراتب مال اخوهن الشهيد. والحمد لله. والله مشكله. والحمد لله والشكر. الحمد لله. الله كريم حجي. الله كريم. رحم الله والديك. ووالديك. تفضل حجي. قبل اللقاء. يلا احكي لي. احنا عندنا مو طلعه موالي 60 هسه جديد. انا كنت البس الكمامه؟ البس الكمامه. احنا طلعونا على اساس 60 بغض النظر عن الخدمه. نعم. فالخدمه احنا بالدائره 10. العسكريه دفتر خدمه بزمن صدام سحبوه. شطونا طونا هويه عسكريه. نعم. الهويه العسكريه ابو نعم. الشهاده نعم. يحسبوا له سنتين في 2 4 صارت 14. نعم. فال 14 مره يعني احنا المفروض احنا موالي 60 او 59. نعم. حرب هاي الحرب العراقيه كلها خدمناها. صح يعني انت خدمناها. انت هسه تطلب كم سنه؟ انا 11 سنه عندي عسكريه 11 سنه هسه. نعم. حسبوا لي شنو؟ حسبوا لي سنتين بس. وهذه شيء يقول لك جيب دفتر خدمه، ما دفتر خدمه مو زمن صدام اخذوه وطانا هويه عسكريه. الهوية أبو الشهادة يحسبوا له سنتين، الما عنده شهادة يحسبوا له 3، في 2 6. يعني هذا موضوع إضافة الخدمة العسكرية. إضافة الخدمة العسكرية هي هنا الخلل اللي يصير عندنا. هم يقول لك اجتمعنا التقاعد والمالية والدفاع.
قررنا قرروا هم انه هاي الهويه العسكريه ايش قد تاكل؟ يعني سنتين. يعني احنا انضرينا بها زين، احنا هاي الشزبة العسكرية الخدمة العسكرية راحت من عندنا، راحت تروح للمحاربين ما يعطوك نتيجة، تروح للوثبة ما يعطوك نتيجة. هو بقت هسه يعني وتقاعدنا طلع 350، هسه طلع 350، انا هسه دا اجدد هاي شو يسمونه الماستر كارد. يعني يقول لك 350، 350 شنو؟ يعني احنا هسه برلماني دا اخذ تقاعد 36 مليون. قليلة طبعا، مسد عائلة ومسد مصاريف. شكرا شكرا لك عمو، اتمنى يوصل صوتك. شكرا لك. خالة ايش عندك؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. والله عندي مشكلة بالتقاعد عام. زين. العام والسنة. أنا زوجي متقاعد. سوي لي وكالة. والعام والسنة يقصون من عندي شهر، شهر الواحد ما ينطوني اياه. هسه جيت قدمت طلب، ولان هسه وتباعد اجتماعي ماكو، وشو ما تجينا كورونا يعني. يعني دخلتي للدائرة لو بعد؟ دخلت قدمت الطلب، يقول على الشهر الرابع والخامس يعني دبلتش اياه، ونفس الحكي مالت العام. شنو الاجراءات؟ يعني ماكو انجاز، ماذا يصير عندك حل؟ ماكو لا. واحد وين يروح؟ وين اشتكي؟ زين، التعامل جوا ايش حسيتي؟ يعني كانوا متعاملين جيد مع المواطن؟ ما يتعاملون جيد ويا المواطن، وهوسه والزلم ويا النسوان، هو شباك الرياجيل وشباك النسوان، وكلها خبط. لا كمامه ولا شفوف ولا كل شيء. ماكو. يعني مشكلة احنا في هذا الوضع، موضوع ارتفاع عدد الإصابات واكو شيء دائرة. طبعا عمي، طبعا تكثر الإصابات. طب للداخل وشوف عشان ما تكثر الإصابات. ما نقدر ندخل احنا، المشكلة ما نقدر ندخل، ما يسمحون لنا. شكرا. خلي يشوفون نعم، نشروها على الفضائيات، خلي العالم يشوف. نعم، شكرا لك خالة. شكرا شكرا. هلا خالة. السلام عليكم. شلون الصحة؟ والله على الله ابويا وليدي قربانكم. شلون معاملتك؟ لا الحمد لله، عاشتيتكم والله وعلى راسي. وعاني ما منا، انا من الموصل. زين. اي والله. والمعامله اليوم جيتي، هاي اول مراجعه لك لو عندك مراجعه السابقه؟ والله اول مره. زين، شلون شفتي الاجراءات؟ لا ما شاء الله، حلوين حبابين. زين. رحم الله والديهم. نعم. اي والله يا ابني. زين، معاملتك كانت مالي ايش بالضبط؟ والله مال هاي الكارت، مال تغيير الكارت. انا بس كان الاسم متغير، سووا لي هو الاسلام، خلف الله عليهم يا ابويا. والحسين انا ارتاحيت فيهم يا اخويا. نعم، انت جايه من الموصل؟ اي والله. الحمد لله. يعني المعامله زينه شفتيها؟ لا لا لا، جيد جدا، ممتاز. نعم، ساعدوك؟ اي والله. لا نعم. بالله يساعدوني. نعم. حبيب قلبي الله يخليك. شكرا لك. شكرا شكرا خالة. الله يعافيك. نتمنى الله يخليك، نتمنى انه بالفعل تكون هي هذه يعني ردود الافعال للمواطن، دائما يكون يعني ياخذ الجانب الايجابي ويتكلم عنه. بعض المواطنين قلنا تجربتهم يمكن تختلف، دا يشوف انه اكو تعقيد، دا يشوف اكو روتين، لكن احنا بالنهايه نتمنى نسمع انه المواطن هو يعني رايه هو الاهم، وهو يعني اللي جس مجسات يعني ردود افعاله هي الاساس اللي تبين انه هذه المؤسسه كيف تعمل. حجيه شلونك؟ وين رايحه حجيه؟ للتقاعد هالمره، قطعه وراتبي. زين. ايه ليش قاطعي؟ ما ادري، انا ادري هاي الهويه مالتي و... نعم. اعطوني ورقه بيضاء قالوا روح للتقاعد العام. زين، هو من ايش وقت قطعوه؟ هذا الشهر. هذا الشهر رحت اقبض، قالوا لي روح للتقاعد العام. وهسه جايه تراجعين؟ جاي اراجع، شو اسوي والله؟ منين نجيب؟ دقي لي منين نجيب؟ احنا عايشين على التسميد، وانا عندي قلب وعندي ومقرمه. نعم نعم. اي والله 300,000 راتب؟ 300,000 300 وايجار وطبيب وكلها يعني، وهالشهر قطعوها من عندنا. نعم نعم. يلا ان شاء الله مسهله، ان شاء الله مسهله خاله. يعني هذه الاعمار الكبيره يعني على المعاقين صراحة والله مؤلمة. حجية شلونك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ هلا والله. عم جاي على التقاعد؟ اي والله. شنو مقطوع راتبك؟ اي صار له شقد؟ هاي نوبتين ما قبضنا. شهرين؟ اي. وليش شنو صاير؟ ما ادري والله، غير نشوف صاير شنو من نوج. اي. إيه. زين راجعتوا شتي جوا بالدائرة؟ اي. والله انا لا اقرا ولا اكتب، حج لنا واطلع منه. أيه. الله وكيلك. ابنك وياك ها؟ اي الحمد لله والشكر. زين، ايش قالوا لك؟ انا سعالي بعد ما صار شوف، هو حدر وانا حدرت، هم نسيت ما ادري ايش قالوا لي. بعد الايام وما طول. على ايام وما طول. يلا ان شاء الله تنحل، ان شاء الله تنحل خاله. ان شاء الله تنحل.
نتمنى صوت الناس هذه يوصل، نتمنى انه يعني هاي العالم اللي كبار بالعمر تنحل مشكلتهم. مؤلم مؤلم اللي اذا نشوفه بصراحه، مؤلم جدا انه ناس بهذا العمر بيتعبون ويتعرضون الى ضروره انه يتحركون في دوائر الدوله في هذا الظرف، ممكن انه يكونون يعني خصوصا موضوع كورونا هسه ما نريد نعرضهم الى الخطر. حاجي شلونك؟ اهلا وسهلا بك. البس الكمامه، البس الكمامه. شلون الامور جوا بالمعامله؟ والله سلسه طبيته وطاني موعد، اخذوا مني الاوليات و... اول مره تراجع لو شنو؟ اي اول مره، اول يوم هذا لي. يعني انت هسه بالجديد طلعت تقاعد ان شاء الله، معاملتك هاي اول بدايتها؟ اي صار لي 5 ايام من وصلت من الدائره راسا يستقبلون، قال موجود الاسم ومطاني موعد، قال لي جيب المستمسكات و... الموعد ايش قد يبعد عن اليوم؟ باكر ما باكر يعني كل السلسله. نعم يعني معامله سلسله يعني الحمد لله وشكره. نعم يعني ما في صعوبه، يعني ما في كل صعوبه، اجراءات طبيعيه وماكو حتى ازدحام ماكو. زين شلون شفت داخل الدائره الاجراءات الوقائيه من موضوع وباء كورونا؟ والله كلها لابسه كمامات وقسم ما لابسين، يعني اللي يخاف والمريض يلبس كمامه، واللي لا والله عنده مناعه قويه يقول لك انا ما اخذها بحيل صدر و... نعم هي لا ما بيها حيل صدر من الضروره واحد يلبس كمامه، يعني نعم. حفاظا على نفسه وحفاظا على الاخرين لا اكثر ولا اقل. نعم تحياتيكم. شكرا حبيب. لك شكرا، نتمنى انه تنجز معاملتك باسرع وقت، خصوصا انت يمكن هاي اول مره. اول مره مواليد 61 انا. نعم الحمد لله صحه والعافيه ان شاء الله. صحه شكرا لك. شكرا شكرا. حلوه الاراء الايجابيه، يهمنا انه يعني يهمنا انه دائما نسمعها ونفرح، والله نفرح والله انه لما نشوف يعني الناس ردود افعالها بهالايجابيه، وانه مراجع لي اول مره وده يشوف انه يعني المعامله ماشيه، هذا افضل شيء. اذا راح نختم حلقتنا اليوم من دائره التقاعد، من امام دائره التقاعد في منطقه الشواكه، تحدثنا مع الناس وكنا نتمنى انه نتحدث مع مسؤول من دائره التقاعد على الاقل حتى ننقل النقاط الايجابيه قبل السلبيه. نتمنى أنه يشاهدونا في حلقتنا هذه المسؤولين. نشكركم مشاهدينا، شكر أيضا وتحية من كادر برنامج بلا عنوان، مستمرين وياكم دائما حتى ننقل صوت المواطن إلى المسؤول، وحتى نحاول نلقي الحلول لهذه المشاكل وهذه الملاحظات. إذا انتظرونا في عنوان قادم من بلا عنوان، إلى اللقاء.